أكد الرئيس السيسي قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، وتقدير مصر حكومة وشعبا للعراق الشقيق ودوره المركزي في المنطقة المستند على تاريخ وحضارة عريقة ممتدة. وخلال لقائه محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في بغداد، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، آخذا في الاعتبار ما سيساهم به ذلك في تعزيز التواصل بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي. هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد أكد خلال لقاء موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندته لجهود استعادة الأمن والاستقرار به، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعما لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب العراقي أن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطه بمصر، مثمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله ومساهمتها في تعزيز وحدة الصف العربي، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين خاصة على المستوى البرلماني.